فاقول في امراه الان هي اختارت روحها انها تظهر في هذا المجتمع، المجتمع الشرقي العربي. بعدين أنت تعيش حياه غربيه. يعني شلون؟ يعني مثلا هي تبي شنو هذا الرجل المتحكم يعني يدعون هالجماعه كذا، خليك مستقله في ذاتك، خليك ما ينفعك الزوج، ما تنفعك الا شهادتك وفلوسك وما داشه صراع، داشه حرب هذه مش داشه زواج يعني. فمأهلينها هي اوريدي عندها هذه الفكره لازم يستغل لازم ما اعرف ايش كذا يطبخ مخها مسكينه ما عارفه تنام بالليل وما اعرف ايش كلها تفكر كذا تبي تنجح وتبي تسوي وفره وتبي تصير ثريه وتبي تصير ما اعرف ايش وداشه صراع وداشه مع زوج عربي يعني مكلف هذا الزوج العربي في ايجاد في ايجاد السكن في رعايه الاولاد في دفع النفقه في ما اعرف ايش كذا وبس تبي تعيش حياه غربيه لا لا انا كذا ولي قراري ولي ذاتي ولي ما اعرف ايش وكذا ممتاز اوكي روحي عيشي مثل الغرب ومو غلط المراه الغربيه مش عايشه حياه غلط بس المراه الغربيه تدفع نصف فاتوره الكهرباء وتدفع نصف فاتوره الغاز وتدفع احيانا لما ينعزمون على المطعم مره هي تدفع ومره هو يدفع والاولاد يرعونهم الاثنين هو ممكن ينظف وهي تغسل الاواني هو يطبخ وهي تغسل الملابس هم متشاركين في هذا الموضوع هو لو يدفع لها مو تغسل الاواني تغسل له البيت من اوله لاخره. اذا هو يدفع الكهرباء والغاز وكذا على حسابه تمسح له الحوش اللي برا البيت. ما عندها مانع لان تحس انه اوكي يعني بس هذه المراه المختله هي تبي زوجها يدفع لها البيت يوفر لها السكن، يدفع لها الغاز، يدفع لها الكهرباء، يدفع لها الماي، يدفع لها نفقه الاولاد وكذا. بس تبي أيضاً يشارك معاها في كل شيء في الأعمال في البيت وتبي تكون مستقلة في ذاتها وتحتفظ في مالها اللي هو خاص فيها فقط وت... يعني وين ضاعت روحها مسكينة هذه ليش جت يعني عربية ليش ما جت فلبينية مثلاً ليش ما جت أرثيرية ليش ما جت هولندية ليش جت يعني عربية عربية لأن فيها امتيازات وفيها التزامات بس هي عندها اختلال ما عندها مش عارفة طب نفرض ان مرأة الان هي عربية وعايشة في الشرقية وكذا بس حابة تغير مع الوعي الجمعي هذا ايضا مش غلط فنفرض ان انا صلاح انا مو متبري من عروبتي مفتخر بعروبتي وانا جزء من العروبة وانا اكيد اخترتها باختياري الواعي قبل ما اتي وانا بستفيد منها وانا الان مستفيد منها اصدقائي وعملي وبزنسي ومشاريعي ورسالتي كذا مع العرب فما قاعد اشتغل فيها مع قاعد امريكان ف... فمستغلها صح واشتغل فيها الوضع الصح فانا مش مختل بس نفرض يوم قررت انا خلاص بتبرى من العرب وما ابي العرب وبروح وبعيش برا خلاص بالنرويج وبتبرى منكم كلكم حر كيفي تقدر تسوي كذا فلو امراه عملت كذا وراحت عارش عاشت مع انسان غربي وتقاسمت مع الحياه وقالت انا راضيه بهذا هي مو غلط ايضا لانها بنت يعني اتفاق مع الوعي الجمعي الجديد هذا اما الاختلال اللي قاعد تسويه الان والخدعه اللي قاعد تسويها مع الوعي الجمعي العربي جايه تبي الامتيازات مالت المراه العربيه دون المسؤوليات مالت المراه العربيه، شو فرقت عن هذاك الزوج اللي هو تارك كل قرعه ترعه ومخلي المراه هذه شايله كل الهم ومتحمله كل المسؤوليات وهو عايش حياته بالاستراحات والديوانيات. لا لا فرق هذا تخلى عن مسؤولياته واصبح رجل ما ادري شنو هذا طبعا هذا لا مشكله لا اوروبي ولا عربي شرقي ما ادري شنو ما ادري المجتمع اللي فيه كذا الرجال قاعد باطل كذا فالفكره هو انك انت انت بنائك تعاملك مع هذا الوعي الجمعي اوكي احنا في سنه 2023 تطرقنا لهذه المفاهيم بالعمق وناقشنا هذه الافكار بعمق يعني وبدينا نتكلم فيها وبدينا نواجه الخلل اللي موجود انا يعني ما اريد ان اهاجم اللي يعملون في التنميه وكذا ما ما اريد ما ايش يسمونهم هم يسمونهم على الطاقه يشين شيء خرابيط ما حد فاهم شيء بس انا ما اريد لان حتى بس لا تصير كانها صراع بين ناس متحدثين في هذا المجال بس هو بصراحه الخلل اللي موجود بالسوق بس كبير ما يصير يا اخي يا اخي والله نصيحه لله كذا ما يصير تتكلم انت في الوعي وتتكلم يعني وانت تاخذ وتستاق معلوماتك من ناس متواضعين في اليوتيوب ولا في كذا محتاج يا تبنيها مع مفكرين كبار يا تبنيها مع مصادر قويه يعني يا تبنيها مع ناس ملهمين كذا يا تبنيها من خلال تجربه عمليه بس ما يصلح اني انا القط كلام إنجليزية قاعدة تتكلم في اليوتيوب والأمريكية ولا كذا وأروح أركب أنا على مسوي لي قناة في التليجرام ولا مسوي لي قناة في اليوتيوب وأتكلم في أولا ونصيحة لله كذا إن لم تكن أنت نموذجا فلا تتكلم يعني ما فرق بين قضية أنك أنت قد تنصح في ديوانية وبين بين قضية أنك أنت تصبح كأنك مفكر لازم تكون أنت نموذج صح أنا ظليت عشرين سنة لا أحكي عن النجاح ولا أحكي عن بناء المشاريع لأني كنت وأنا صادق فيها أعتقد أني غير ناجح في هذه المسألة أنا ماني ناجح أصلا لا في المشاريع ولا في كذا ولا في النجاح فكيف أحكي الناس أخدع الناس لكني كنت أحكي لهم عن المسائل اللي أنا أشوف فيها نتائج وطبقتها أن منهجية الصحيحة ما بخادع الناس يعني فلذلك الفكرة انك انت يعني ما تتكلم بس تنقل كلام وجميل وناس كثير تركب قصص يعني تحط قصه قصه المدري شو اسمهم اللي هاجموا الارض وبعدين صاروا هم اللي ما اعرف ايش وحنا موجودين الان تحت تحكم المعرفش مين و... والناس انت منين جايب المعلومات هذيك؟ هاي قصه واحد قالها في اليوتيوب وانت وانت اعتبرتها انها حقيقه قران كريم ما شاء الله عليك يعني ختها مصدر حقيقه هذيك ولو سألتم يعني من اين لك هذا؟ يعني ما ما يعرف يجاوبك. يعني بالنهايه بالنهايه مصدره واحد في اليوتيوب متكلم. فهذه هذه مسائل ولذلك نصيحه لك مو كل كلام بما فيهم كلام صلاح الراشد مو كل كلام ينقال يؤخذ بكله وجله ومن اي احد لا كل كلام يجب ان يقبل الفحص. والا صار موضوعنا موضوع ديني مره ثانيه رجعنا للفكر الديني اللي هو يفرض الاراء ويخلي هذه فقط الاراء الصحيحه وكلها على كل انسان يتكلم برايه وكذا بس كل انسان كل كلام قابل للاخذ والرد كل كلام قابل للفحص بفحصه الان حمله خلصنا من موضوع كورونا الحمله الان على البدائل ليش؟ لان البدائل هي اللي قاعده تجيب نتائج حاليا يعني اللي يسمونها العلاجات البديله وهي في الحقيقه العلاجات الاصيله اوكي هي اللي قاعده تجيب نتائج فقط سوري بس هذا رايي يعني كذا فهم حمله عليها الحين حمله على الكايروبراكتك على الفيتامينات على يعني العلاجات على العلاج بالطاقه ما ادري على العلاج بال يعني بال... كل شن نحمله على العلاج بالمساجات على الكل... ليش؟ لانه بصراحه هو مهدد حاليا والناس ما عادت مثل الأول يعني خلاص قامت هي تبني افكارها وتختار خياراتها فصار يخوف هذا الكلام ان الناس اصبحوا احرار اول كانوا عبيد مساكين يعني يطلع التلفزيون يقول لهم نشرة الأخبار وهذه حقيقة عما جرى وقد ما يكون فيها ولا شيء من نشرة الأخبار حقيقي بس هم يتقبلون كل الكلام يقبلونه تماما ويجي الطبيب يقول لهم بالضبط شنو الصحة ويلقحهم إن شاء الله تسعمية لقاح ما حد يتكلم ولا يرد ولا كذا اليوم الناس ما تقبل يكون مريض ولا يقبل علاج طبي مثلا يروح يأخذ خيارات ثانية كذا هذا صار يهددهم كثير أن بدأت السلطة الأثورتي تضعف هنا الان تو تصريح من وزاره الصحه بالكويت أن كذا المتحور الجديد اكتشفناه بالكويت خرابيط اطفال والله ان الطفل بالروضه المفروض يكون خلاص استوعب هذا الكلام اكو شيء في اسمه فيروس ما يتحور طبعا فيروس لازم يتحور هذه من سمات الفيروسات انها تتحور هذا وين دارسين؟ يعني عمرهم ما درسوا شيء فيرولوجي في ابدا ما درسوا اي شيء في الفيروسات ما يفهمون اي شيء طبعا اكيد فيروسات واكيد تتحور واكيد حتصيب انسان بس ولكن الاجراءات الوقائيه عاديه ولن تت... انت لن تتخذ اي اجراء احنا يكفي ان سمحنا لك اول مره اصلا زي عرب وفشلت انت في الخطه وكذا وتعرضنا لك ووصلنا لوزارتك وطردنا وزيرك وطردنا رئيس وزرائك وكذا انت مالك حق اليوم تي وتتكلم ما ك... ما هو الحق بايدك الصحه مش مساله عامه الصحه مساله خاصه هذا خياري انا كن صحيح اكون مريض ما, شغ... ما هو شغلك انت عليك توجه عليك ترشد هذا ان كان لك ارشاد وتوجيه لكن مالك انت تاخذ هذا شايف يعني وزاره الصحه شايفه نفسها هي مسؤوله مو عن عن حريات الناس ممكن تغلق ممكن ما اعرف ايش ممكن الشرها مو عليكم الشرها اللي اعطاكم الحق الشعوب الكسلانه التعبانه الكحيانه اللي اعطتكم هذا الحق وسكتت عنكم وكذا وخلتكم انتم تاخذون القرار حتى طلع لنا توافه من الناس يقول وزارة الصحة أفهم ولا الحكومة هي أفهم وأبخص وكذا فمن هذول وزارة الصحة جايبينهم احنا من كوكب ثاني بشر مثلهم مثلنا يغلطون وكذا ويقولون رأي ويخطئون فيه ويقولون كذا حتى لو كانوا مختصين ما عادي حتى المختصين خالفوهم انت يعني لما طلع موضوع اللقاحات ولا موضوع الفيروسات ما في اطباء تكلموا بلى ما في صيدلانيين تكلم بلى ما في مختصين في المناعة وفي الفيروسات تكلموا بلى وعارضوا عارضوا بشدة واسكتوا اسكتوا من الناس ما لهم علاقه في الطب اصلا ولا في الفيروسات ولا في المناعه واحد مثل منظمه الصحه العالميه ايش دخله ما هو طبيب ولا هو مختص فيروسات واحد مثل بيل جيتس مبرمج كمبيوتر ايش دخله هو يتكلم باسم الطب في العالم يعني داخ داش عصه في شيء ما يخصه وما ماخذين ما منه الكلام عادي ولا حد اعترض عليها منهم ما حد اعترض عليهم جايين اليوم حرب على اللي هي العلاجات الاصيله الحرب عليها وكذا يروح يطلع لك واحد من شنو كايروبراكتيك تسوى طبعاً أكيد أن هاي ممارسات خاطئة وسوى حركة شنو وطق سوى لشخص وسبب له بتشنج ولا بتجلط وهذا ولا وارد طبعاً وارد هذا أصلاً كل يوم يحصل في المستشفيات أصلاً من ناس بين قوسين مختصين فما بالك بهذا الشخص اللي هو أصلاً غير مختص ولا يحق له أنه يسوى هذا الشيء لكن هل في كايروبراكتيك براكتك يعمل هذا الشيء الكايرو براكتك ما هي طقطقه ظهور ولا هي معرفة هاي دراسه تندرس في خمس سنوات يتخرج في امريكا اسمه دكتور اوف كايروبراكتيك وشغلته كذا انه يشتغل على العمود الفقري ومعظم الشغل سوفت ما في تكسر وتطقطق وما اعرف ايش كذا هم جابوا الاشياء الغريبه وحطوها وقاعد لي 50 من 60 70 سنه ممارسات كايروبراكتيك طلعوا لهم خمس ست سبع حوادث في العالم حصلت ومن ناس اصلا ما لهم علاقه في الكايروبراكتيك ولا هم دكاتره في الكايروبراكتيك وجاي يشوه تذكر لما كان على موضوع كورونا في البدايه ايش كانوا يسوون؟ انا كلمك الان من الجاردن ووك <applause> من نفس هالمكان قبل ثلاث سنوات لما كنت اقول عن هذا الموضوع والكذبه مالتهم <applause> تذكر كيف كانوا يصورون لك بان الناس تنقل الفيروس بسرعه وتموت ولو تسلم على انسان ما يصير فيك وفلان مات وجدتها فلان ماتت بسبب ماك الكذب اللي مارسوه طوال هذا الكذا والناس ماتت مساكين من الوحده ما ماتت من السلام والكذا هم الان يمارسون نفس الفكره يجيب لك واحد خربوطي لا يعرف في الكايروبراكتيك ولا شيء طق رابط واحد بحبل وتال رجله من صوب وتال ظهره من مدري شلون كذا كسر ظهره ويقول لك شوف هذه ممارسات الكايروبراكتيك وما يدعون وما ايش دخلها مدينه صغيره في بريطانيا ذكرتها انا في التغريده مثل برايتون فيها 150 كايروبراكتيك ما سمعنا احنا عن ممارسات خاطئه يعني قد تحصل مش ما تحصل احنا قلنا قاضي تحصل منه يعني رجل دين تحصل منه ما تحصل من ممارس تحصل لكن هذه الممارسات الخاطئة كل يوم تحصل في المستشفيات كل يوم قاعد تحصل وناس تموت بالالاف عشرات الالاف يموتون يوميا بسبب اخطاء طبيه مش بسبب واحد تال حبل وكاسر ظهر واحد لا بسبب ممارسات طبيه ادويه تعطى بجرعات قويه تشخيص خاطئ تاخر في العلاج علاج زايد عن اللزوم هذه ممارسات كل يوم كل يوم الناس تموت في كل مستشفيات الناس وين قاعد تموت تموت في المستشفيات ولا تموت في, في بيوتها قاعد تموت في المستشفيات 90% في من الناس قاعد يموتون في المستشفيات فشل النظام الصحي كله مو قادر ينقذ احد ناس قاعد تموت بالسرطانات بامراض القلب بالماكه مستمر حتى في الوباء اللي هم يدعون ويزعمون وكذا يقولون موت ناس وايد طبعا من فشلكم ليش قاعد ليش ماتوا؟ ليش ما سويتوا وما قدرتوا تسوون شيء؟ يقول احنا نعطيه انت خليك من الوقايه عالجه عالجه جاي لك شخص الان بيموت من كورونا ولا من كذا تفضل عالجه ما اعرف يعالجه واحد كاتب لك وين اهل الطاقه ما طبيب هذا كاتب وينك انت 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 مال العلاج مو اهل الطاقه <applause> انت اللي مال العلاج ليش انت ما تعالج فشلوا حتى في الوباء اللي زعموه وكذبوا فيه هو في الحقيقه دلاله ضدهم وليست معهم على كل إن انا مساء اقول للاصدقاء هنا في الهولستيك في فرق بين الانفعال واللي و... هو المشاعري والحسي وبين الانفعال الحماسي يعني انا مثلا متحمس واتكلم كذا بس لو نفس لو قست نبض قلبي تلقى 70 عادي ممكن واحد يكون ساكت وما يتكلم تقيس نبض القلب اصل 110 <applause> الحماسه تختلف انا مش منفعل ومش معصب ولا غضبان على اي احد ولا قاعد اهاوش احد ولا صالح احد اتكلم معك بس بحماسه يعني طيب فاحنا الان يعني الفكره هو دير بالك تتخلى وناقشناها طوال العام الماضي مفاهيم كثيره بدين نتكلم فيها وكذا انا اليوم صرت اكثر وضوح شوي وهذا الوضوح على فكره يشيل الناس اللي مش واضحين يعني انا شفاف في فكري، شفاف في علاقاتي اوكي شفاف في مواجهاتي، فالناس لا ترتاح للشفافيه الا اذا كانت شفاف شفافه. الناس اللي موجودين في هذه القناه هم ناس شفافين. لذلك هم ما زالوا موجودين، الشخص اللي مو شفاف منهم ما يستطيع يتحمل. وستؤذيه، اوكي تؤذيه لان الشفافيه تؤذي تكشفك. لكن الشخص الشفاف حتى لو كان يعني منزعج او مضطرب حاليا او عنده مشاكل مثلنا كلنا. انا لا ازعم اني انا خالي من المشاكل 100% بس انا شفاف اشوف مشاكلي اشوف مشاعري اشوف احاسيسي كذلك الشخص اللي هو لما احنا انا اتكلم وساعات اطرح فكر مضاد له او اطرح فكره مو متوافقه معه يشف تاثر توصل له كذا عادي فهو لكن لو كان هو مش شفاف مع نفسه مستحيل يتحمل مسارنا مسارنا طارد اوكي مثل ما هو جاذب هو جاذب للناس الشبيهه في الفكر الشبيهه في الترددات بالاحرى وبالوعي لكنه طارد لمن ليس لديه الاستعداد وفي السماء طيور اسمها البجع ان الطيور على اشكالها تقع وقال الفتى العربي يوما شبيه الشيء منجذب اليه فالناس تنجذب لنا الشبيهه اللي هي في نفس الترددات وانا اريد ان احافظ على هذه الترددات حتى احافظ على ترددات نظيفه فيبقى الناس اللي هم عندهم الـ 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 الشفافيه هذه كذا حتى لو انزعجوا يعني اذا كنت تتوافق معي 100% فصراحه حتى انا خايف منك <applause> يعني لأن حتى انا ما اتوافق معي 100% اوكي يعني بعض الاحيان اختلف معاي اوكي اقول لا وكذا وابدا اغير رايي واغير فكرتي وكذا ما اتوافق معي 100% انا متوافق مع ذاتي متوافق مع نفسي متوافق مع رسالتي بس مش ما اقدر اوعدك ان 100% حتى يعني ما اقدر اوعد نفسي اني ساتوافق معها 100% فكذلك انت كنت ما مش متوافق مع بعض الافكار اللي طرحتها خلال السنه الماضيه ربما بعض الافكار ما وافقتك وكذا وكذا بس انت استمريت في هذا المسار فانت انسان شفاف. اوكي لكن الاشخاص اللي ما استطاعوا يتحملون سيتساقطون وانا سعيد في تساقطهم سواء كانوا هنا او في مساراتنا او في مشاريعنا والحمد لله نشوفها في مشاريعنا دائما نبدا المشاريع وكذا بعدين تنفض الاشياء فيطيح ناس وتطيح اشياء وتطيح اتفاقيات وبعدين تستقر على الوضع الصحيح وانا ما اتصادم معها يعني انا اقبل يعني اصوب نيتي واصوب تردداتي وانطلق فيها ولذلك وبفضل الله يعني والحمد لله ان احنا مشاريعنا قاعد تشوفها كيف ثابته وكيف ناجحة يعني وقاعدة تتسع وقاعد نشوف آثارها على أرض الواقع في كل بلدة ندخلها بفضل الله نعمل أشياء كبيرة وضخمة وكل اللي موجودين في المسار معانا حاسين وأنا سمعت كلمة اليوم يمكن سمعتها عشر مرات عشرين مرة وسمعتها في السنة اللي فاتت في 2023 بدون مبالغة قول ست سبع ثمانية آلاف مرة ان انا حياتي كثير تطورت وكثير تحسنت وكثير تغيرت ربما من خلال سال 125 او من خلال التواجد في الاكاديميه او من خلال اخذ برامج في الاس جي او من خلال المشاركه معكم في الرحلات او من خلال جاردن ووك او من خلال يعني بقيه برامجنا او من خلال الهوليستيك او من خلال بينج سنتر يعني فكلهم يتحدثون يعني بالالاف تتحدث الناس عن هذا يعني بصراحة يثبت لنا حنا وشجعنا على الاستمرار في هذا المسار يعني بالنهاية استمرارنا في هذا المسار وفي هذا المشن هو مدعوم من قبل ناس شفافين أنا بالنسبة لي وقلتها خمسين مرة يمكن كذا خمسة آلاف شخص شفاف قابلين عندهم وعي داعمين مؤمنين بالفكرة كذا أفضل لي من خمسة عشر مليون شخص ولا خمسين مليون شخص أنا أعرف ناس بتويتر عندها ملايين 10 ملايين و12 مليون و13 مليون واجلس معاهم واتكلم وكذا واعرف ان هم ما عندهم وهذا بفضل الله ما عندهم اللي عندنا اوكي امس كنت اجلس مع شخص صديق وبارتنر شريك في الاعمال وملياردير واقول له انه شوف بحمد الله وبفضل الله انا وانت ما نحتاج فلوس يعني الحمد لله ما احنا بحاجة أنا ما لا أسأل فلوس وكذا بس أنا أريد أن أصالحك أنا بصراحة ما عندي رغبة بالبزنس وبالتشغيل الأموال وبتوسيع كذا أنا رغبتي في المشن مالي أنا أوجدت البزنس حتى يدعم المشن مالي يدعم المهمة لم أوجد المهمة حتى تدعم البزنس فأنا لو كنت من البداية وجدت شخص تبناني او حكومه تبنتنا او معركة كان يمكن كان كنت طبعا الحمد لله ما صار بس كان يمكن رحت وخلص وما انشات لا بزنس ولا كذا تعذبت فيه سنوات طويله ومعانات وايام وليالي من الفكر ومن الجهد ومن النشاط ومن التحرك ومن السفر ومن المعاناه كذا لكن اضطريت أن اوجد البزنس حتى يدعم المسار لو كان المسار هذا مدعوم اقل دوله في الخليج كان ممكن تدعمها باصبع باصبع، تحرك اصبعها كذي وتدعم هذا المسار وتخلي بدل مئات الالاف تخليهم ملايين، كان ممكن تعمل هذا الشيء كذا بكل بساطه ولا يكلفها شيء يعني لو حطتها ما هذا الشيء ما ما ينحط على حفل موسيقي مره بالسنه يعني ولا، فلكن يعني ربما فاقول له انا ما عندي هذه الرغبه في الكذا والتجميع، انا رغبتي في المشن، فقال, فقال لي انا معك يعني فقلت والله سبحان يعني سبحان الله والحمد لله انه هو يوفر يعني يسخرنا ويسخر لنا هذه المسائل بحيث انه ياتي ناس ايضا يؤمنون بنفس الفكره فبدينا نسعى في موضوع تاسيس لتر اتلانتس وموضوع المنتجع الصحي والمراكز الصحيه وكذا يعني اللي هي في الحقيقه اللي هي رفاه العافيه ماذا تريد؟ انت تريد صحه جسديه نفسيه اجتماعيه روحيه ما تريد اكثر من ذلك انا شو اسوي في فلوس الدنيا كلها اذا ما عندي صحه جيده شو اسوي في كل فلوس الدنيا اذا ما عندي نفسيه جيده شو اسوي في كل فلوس الدنيا اذا علاقاتي تعبانه كلها وكل. يعني وانا بدون فلوس الدنيا كلها وبدون اي فلوس في الدنيا وانا سعيد صحيا وسعيد نفسيا وسعيد جسديا وسعيد روحيا عندي بكل اموال الدنيا ولذلك انت الان امتن امتن اذا كنت انت بصحه حتى لو ما كنت بصحه جيده 100% امتن بالصحه اللي موجوده عندك، امتن للنفسيه اللي موجوده عندك، هاي ما ها تسوى اموال الدنيا. يعني هذه تسوى اموال الدنيا، لا تستطيع تشتريها باي شيء من اموال الدنيا ولا بالثراء ولا بالكذا ولا بالوفره ولا بغيرها. من حقك تطلب الوفره وتطلب الثراء. بس هذا يجب ان يكون مطلب ثانوي وليس مطلب اولوي، ليس اولويه عندك وانما مطلب ثانوي، الاولويه العافيه. والعافيه هي الصحه الجسديه والنفسيه والاجتماعيه 2023 كذا يعني احنا وفي ختامها ناقشنا فيها كثير مفاهيم وكثير افكار احيانا ناقشناها بحده احيانا بكل هدوء لكن يعني نتمنى انها تكون ايضا كذلك خطوه جديده للسودان ولغزة ولكل من عانى في المسار معانا سواء من بلداننا أو من أشخاص أو أفراد أنها تنقلهم مع السنة الجديدة إلى سرنديب جديد سرنديب جديد يعني تبدأ تدجه الأحداث في تحقيق الشيء الذي يريد أو أحسن مما يريد ورح نكمل بإذن الله رح نحتفل فيه بداية السنة إن شاء الله تكون معنا في الحفل إذا كنت معنا في الإسكندرية فأهلا وسهلا فيك وإذا ما كنت معنا فحننقلها لك بطريقة أو بأخرى أو جزء منها على الأقل ونستقبل السنة الجديدة اللي حندردش بإذن الله فيها بكثير مفاهيم عن السرنديب وكيف تحول حياتك إلى فلو حياة ماشية في المسار الصح أنت قاعد تستمع لهذه الرسالة من الجاردن ووك فإن كنت قاعد تستمع لها بالليل فيجعلها لك ليلة هنية سعيدة مبهجة مشافية معافية، وإن كنت قاعد تستمع لهذه الرسالة في النهار فيجعلها لك نهار مليء بالتوازن والإنجاز والبهجة.